السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اوبن رود كونسبت ستيشن، واحنا بدأنا شفنا ازاي نعمل طرق وخلينا نعملها تاني. بس النهاردة تركيزنا مش على الطرق، تركيزنا على العلامات اللي ممكن الواحد يحطها في الطريق. تمام، هقول له رود وابدأ اختار شكل الطريق اللي انا عايزه. اهو وممكن ترسم طريق فرعي مثلا بالشكل دوت، وتشوف بقى انت عايز توصلهم مع بعض ازاي. ممكن رمب كونكشنز مثلا وراك كليك عشان يبدأ يوصلهم ببعض. طيب ممكن تكون انت بقى عايز تبدأ تحط العلامات، فهتيجي هنا تبدأ بقى تقول له مثلا ستريت ماركتنج، فيبدأ يجيب لك حاجات بالشكل دوت. فتبدأ تختار مثلا تختار حاجة زي كده مثلا. تبدأ تحطها في الطريق بتاعك اهوت، وتبدأ تلفها زي ما انت عايز بالشكل دوت. تمام، ممكن تلاقي علامة كده ممكن تحطها في الطريق مثلا، حاجة زي كده مثلا. ولو عملت سيلكت عليها يبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها، فتقدر تديها الزاوية اللي انت عايزها، الرديشن اللي انت عايزها، تكبرها تصغرها زي ما انت عايز. ممكن تختار العلامات الموجودة، الباتر زي شكل انت عايزه. ممكن تقول له ده انا عايز لينير ماركر، تقدر تختار العلامات تقدر تحطها زي ما انت عايز بالشكل ده. ممكن مثلا في حتة مثلا عايز تقول إن هنا مفيش حد يركن، فهتحط العلامة بالشكل ده في المكان دوت. بالشكل دوت